الجزائر دازير بالأمازيغية، يطلق عليها رسميا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هي دولة تقع في شمال إفريقيا ضمن المغرب العربي، وهي أكبر دولة في البحر الأبيض المتوسط والأكبر مساحة في إفريقيا، بمساحة تبلغ 2,381,741 كيلومتر مربع، وبعدد سكان يفوق 43 مليون نسمة. يحدها من الشمال الشرقي تونس، ومن الشرق ليبيا، وجنوبا مالي والنيجر، ومن الجنوب الغربي موريتانيا والصحراء الغربية، وغربا المغرب. تعتبر الجزائر منذ استغلالها في العام 1962 عضوة في هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وانضمت إلى منظمة الدول المصدرة للبترول في العام 1969، وساهمت الجزائر في العام 1989 في إنشاء اتحاد المغرب العربي. يحدد الدستور الجزائري الإسلام، العروبة والأمازيغية كعناصر أساسية في تشكيل هوية الشعب الجزائري والوطن كأرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. وتتميز العلاقات بين تشاد والجزائر بالتعاون في عدة مجالات، منها السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة، حيث يحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية مستقرة، ويتعاونان غالبا في المنظمات الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وأنهما يشتركان في الاهتمامات المشتركة فيما يتعلق بالاستقرار والأمن في القارة، بالإضافة إلى التعاون الأمني لا سيما في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء. وتلعب الجزائر دورا هاما في الوساطة ودعم جهود السلام في المنطقة بما في ذلك تشاد. ولا تزال التبادلات الاقتصادية بين البلدين متواضعة، ولكنها توفر إمكانات نمو. وتسعى الجزائر وتشاد أيضا إلى تنويع وتعزيز تعاونهما الاقتصادي، خاصة في قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة. وهناك أيضا تعاون ثقافي وتعليمي مع تبادل طلابي وبرامج تدريبية، كما تقدم الجزائر منح دراسية للطلبة التشاديين للدراسة في جامعاتها. وبالتالي فإن العلاقات بين تشاد والجزائر إيجابية بشكل عام، مع زيادة إمكانات التنمية في العديد من المجالات الرئيسية.